العملية راح تاخذ شوي وقت، يجب أن لا نكون مستعجلين. نحن في فترة يعني ريكفري، وفترة الريكفري قبلها تحدث يعني يحدث فيها ديسربشن. أنا شخصيا متفائل، وتكلمت عن لماذا أنا متفائل من الأرقام ومن الأشياء اللي يعني اليوم نحن نشوفها في السوق. لكن أول 6 شهور من السنة راح تكون صعبة، نشوف أنها راح تكون صعبة، وال2016 ما راح نشوف فيها قفزة كبيرة في السعر، لكن هذه جزء من الخروج من المأزق.